التحية من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل وإياكم كالعادة عبر قنوات الكاس الرياضية وبرنامج قطر دانك. الحلقة العاشرة في جزء أول، سنتحدث عن الدوري القطري لكرة السلة، تحديدا تفاصيل الجولتين 11 و12، القراءة الفنية، التوقف أيضا عند أبرز المعطيات الخاصة بالباسكتبول القطري. الجزء الثاني سنخصصه للباسكتبول الدولي، عالم اليوروليغ، تحديدا تفاصيل الجولة 16 من الريجولر سيزن، ومن ثم سنتواصل إلى عالم NBA، الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة، وأيضا الريجولر سيزن. كل هذا وأكثر في برنامج قطر دانك، التفاصيل بعد فاصل قصير. كرة سلة وكثير من الشغف، ولا شيء آخر. هكذا نصنع الفرح، هكذا نلعب كرة السلة ونعيشها. قطر دانك، لا شيء آخر. الباسكتبول، أجواء الكرة البرتقالية، والبداية ستكون كما ذكرت بالدوري القطري العام لكرة السلة. وبالتالي سعيد جدا بالترحيب بضيفي الاستوديو، الكابتن رجائي سعداء كالعادة. كابتن سعيد بك كابتن سعيد. وأيضا لي القراءة الفنية، سعيد جدا بالترحيب الكابتن زاهر عبد الباسط، أيضا سعداء بهذه الاستضافة. أنا سعداء. الجولتين 11 و12 من الدوري القطري العام لكرة السلة، ما الجديد؟ والقراءة مع الزميلة نادية زربان. المنافسة بلغت المنعطف الحاسم، ومعطيات الإياب حتى الآن يختلف جزء مهم منها عن حصاد مرحلة الذهاب. العربي في الريادة ولو مؤقتا، بعد أن هزم السد بفارق 19 نقطة قبل أن يتفوق على قطر ب80 مقابل 78 في الجولة 12. الفوز هو العاشر هذا الموسم والرابع تواليا للعربي، ليرفع رصيده إلى النقطة 22. الغرافة في الوصافة بفارق نقطة عن القمة، وفي الرصيد مباراة ناقصة حسمها يعني اعتلاء الزعامة. الفهود وفي آخر جولة أطاحوا بالريان بواقع 80 نقطة نظير 72. الوكرة الذي أنهى القسم الأول رابعا ارتقى إلى المرتبة الثالثة وباستحقاق، تخطى قطر بفارق 4 نقاط قبل أن يتجاوز الشمال ب100 نقطة ل84 في آخر الجولات. الوكرة رفع رصيده إلى 21 نقطة بعد انتصاره 9 والـ5 على التوالي. فريق قطر المفاجأة السارة ذهابا ليس كذلك في الوقت الراهن، تراجع من الوصافة إلى مرتبة الرابعة بعد أن خسر مبارياته 4 التي خاضها حتى الآن إيابا وآخرها على يد العربي. ويبدو أن إصابة محترفه بادن جاكسون أثرت كثيرا في أداء ونتائج السلة القطروية. بعد 4 الأوائل يأتي الريان الذي استعاد بعضا من عافيته في القسم الثاني حين بصم على 3 انتصارات متتالية قبل أن يسقط أمام الغرافة. نتائج أهلت من فقد جزءا مهما من بريق الماضي الجميل للتخلص من المركز قبل الأخير، والقفز إلى 5 برصيد 17 نقطة متقدما بنقطة فقط عن السد الذي لعب 11 مباراة فقط. الجولة الأخيرة سجلت الفوز الثاني للأهلي هذا الموسم، وكان أمام الخور في وقت دونت الخسارة 11 للشمال صاحب المركز الأخير. هكذا هو المشهد قبل الختام ب4 جولات. أما مربع الصراع على الدوري فيبدو أن ملامحه قد تشكلت حتى وإن غاب بعض كبار الأمس القريب.
الملامح قد تشكلت ربما فيما يخص العربي المتصدر مؤقتا نادي الغرافة، سنتحدث بأكثر تفاصيل، لكن رجاء يعتقد أنه الأمور تغيرت نسبيا فيما يخص المركز الثالث الرابع الخامس، ربما سيصعب الآن التكهن فيما يخص من سيرافق العربي والغرافة في المربع الذهبي. مساء الخير عليكم وعلى كل السادة المشاهدين. يمكن أنا قلت لك يا سهيل في الحلقة الماضية إحنا حاسمين مقعدين، الغرافة والعربي أوريدي هما الاثنين هيكونوا في المربع مهما كانت نتائجهم في باقي مباريات القسم الثاني. قلت لك في مقعدين آخرين في كلام عليهم، إذا كان الوكرة ثم قطر وبنفس الترتيب وعودة الريان. نعم. المعطيات في الفترة الأخيرة بتقول إن ممكن الوكرة يعني من وجهة نظر الشخصية يكون ثالث الفرق المتأهلة وعنده أدفانتج كبير إن هو ممكن يتأهل، رغم إن المباريات الأربعة الباقية ليه في القسم الثاني مباريات صعبة، يعني هيلعب مع الغرافة، هيلعب مع العربي، يعني كلها مباريات مع الفرق اللي هي في الصدارة. يمكن مباراة مهمة جدا هتكون لي مع قطر بنسبة كبيرة تكون حاسمة، لكن بصفة عامة بالنسبة للدوري الريان ليه بعض الحظوظ، يعني ليه بعض الحظوظ وليس كل الحظوظ، إلا إذا نادي قطر بعد استخدام المحترف الجديد وضعه يمكن نوعا ما بقى أفضل من الأول. يعني بادن جاكسون لما غاب الفترة اللي فاتت أو الماتشين أو الثلاث ماتشات في القسم الثاني كان شكل قطر ليس جيدا، مع استخدام محترف جديد الفريق بقى ليه شكل لكن مش بنفس السيستم اللي كان بيلعب فيه الفريق، فده أثر عليه بنسبة كبيرة. لكن بصفة عامة أنا من وجهة نظري أو توقعاتي الثلاث أماكن الأولى في المربع أو بنسبة كبيرة خلاص أول مكانين اتحسموا، لكن المركز الثالث والرابع في كلام عليهم ويدخل معهم فريق الريان، يعني ما بين قطر والوكرة والريان يكون الاثنين اللي جايين تاني في المربع والوكرة. ونشوف ونشوف إثارة كبيرة إن شاء الله في المربع الذهبي. لكن الأمور كلها سهيل بتسير في نفس التوقعات، يعني أنا ما شفتش مفاجأة، يعني بالماتش قطر والعربي أنا يعني الماتش فعلا فيه كلام، يعني الماتش فيه كلام كان ممكن قطر وفرق الباسكت الوحيد يعني قطر ممكن ياخد المباراة وكان راجع بقوة، لكن العربي يمكن بالخبرة بعوامل أخرى قدر إن هو يفوز بالمباراة وقدر إن هو يحافظ على صدارة الدوري ويحافظ على حظوظه ويتأهل رسميا. على كل سنتحدث بأكثر تفاصيل عن تراجع نادي قطر، لكن كابتن زاهر فنيا نادي العربي نادي الغرافة بثبات، ما الذي يميز الفريقين؟ الفريقين لو كلمنا عن الغرافة، الغرافة بطل متعود على البطولات، لعيبة مجموعة لعيبة في اتزان، في استقرار وجهاز فني وأداري، في تنظيم، في مشاركات عربية وأفريقية، فمديهم مديهم تقل وأبطال السنة اللي فاتت بطولتين، فالغرافة في مكان ومع كامل احترامي بقية الفرق في مكان تاني. الدرجة التانية العربي السنة دي حاتم رجع بطل دوري السنة اللي فاتت في الجيش، اكسبيرينس عالي، لم مجموعته كان أصلا شغال في العربي قبل كده، قدر يلم والظروف ساعدت ان الامور مشيت ان الدور الاول خلص بكل يعني كسب 8 ماتشات او 7 ماتشات بهزيمه وحيده وحيده فساعدته، وماتش امبارح خلص له المكان خالص، يعني ظبط له المكان هو كده الثاني لان الغرافه متاثر بمتاخر بالماتش، واعتقد بكره ماتش بكره مع الغرافه الخور والغرافه يخلص يبقى الغرافه يعتلي الصداره، واعتقد هتبقى دي الطبيعه، يعني ده الحاجه الطبيعيه اللي هتحصل، هتبقى انا بس بعتبر مع الاستاذ رجاي ان الاربع اماكن اتحسموا من وجهه نظري الخاصه. الاربع اماكن اتحسموا تماما رجاي يعني هذه لغه الفنيين يعني نترك المجال للفنيين كيف اتحسمت تماما لان الثلاث فرق الاولين غرافه عربي واكبر خلاص القطر اللي تحت منه يجي الريان يجي السد الريان عشان يوصل لقطر قطر لازم يخسر ماتشين والريان يكسب ماتشين عشان يتساووا مع بعض ونبدا نقول مين اللي يخش. اعتقد الظروف صعبه قوي نتيجه للماتشات الباقيه للريان والماتشات الباقيه لقطر، انما من وجهه نظري الخاصه اعتقد الامور مربع في اعتقادك ما هو المربع الذهبي؟ غرافه عربي وقطر قطر. يعني تصب في خانه قطر على نادي الريان. اعود لرجاء، الريان تحسن من حيث الاداء مقارنه بما تابعناه في القسم الأول، في اعتقادك ما الذي تغير؟
تغير المدرب. يعني أنا كان لي وجهة نظر على المدرب. كنت ضد المدرب. مش ضده كابتن. أنا مش ضد المدرب، لكن الريان بدأ الموسم بطريقة انهزامية. يعني مش هو ده فريق الريان صاحب الأرقام القياسية في البطولات. هتكلمني وتقول لي حصل عملية إحلال وتجديد، في لاعبين اعتزلوا، في لاعبين تركوا النادي، في لاعبين جدد، في لاعبين شباب. كل اللعيبة يعني الريان والغرافة أكبر ناديين في قطر عندهم لعيبة في المنتخب، مع كل التقدير إذا كنت تقول اللاعب ده كفء أو مش كفء، أو اللاعب ده يعني يصنع فارق ولا ما يصنعش فارق، لكن في النهاية عنده عدد من اللاعبين الدوليين. ده رقم واحد. رقم اتنين، الريان الثقافة اللي موجودة. يعني أنا ما بتكلمش عن فريق أسس بالأمس، أنا بتكلم عن فريق ثقافة التتويج وثقافة الألقاب، ليه جذور كبيرة. فريق بطل. يعني أنا لما أقول على فريق بطل، الفريق الوحيد في قطر اللي فاز بالبطولة العربية كانت في المغرب، الفريق الوحيد في قطر اللي فاز بدوري أبطال آسيا، ففي بعض الفرق فازت بالبطولة الخليجية، هو فاز معهم بالبطولة الخليجية، عنده إرث كبير. لما هو تحصل له كبوة وبعدين تم تغيير بعض المحترفين في النهاية، أو تم إضافة لاعبين أو تغيير بعض اللاعبين في المباريات في النهاية، لما تغير المدرب النتائج تغيرت، مع كامل التقدير لشغل المدرب. وبعدين حتى المدرب كان موجود العام الماضي وتم استبداله، رجع تاني السنة دي ما صنعش فارق. يعني أنا عاوز من المدرب اللي يكون موجود أيا كان، يعني بصراحة تحمل يعني مسؤولية طبعا إخفاق نادي الريان في القسم الأول للمدرب. نعم. وبعدين أنا هقول لحضرتك على حاجة، في بعض الفنيين أو المسؤولين يقول لك أنا عندي خمس لعيبة بس أعمل بهم إيه؟ في سنة من السنوات أو في بعض السنين فريق الغرافة كان البنش عنده لعيبة أو لاعبين. نعم. وكسب كل البطولات. يعني أنت المدرب تبان فين البصمة؟ يعني البصمة تبان لما أنت تقدر تطوع الأدوات اللي عندك، اختيارات اللاعبين المحترفين مين بيختارهم، أيضا كواليتي اللاعبين. طبعا يعني لسه بقول لحضرتك بالفعل اختيار يعني اللاعبين المحترفين، كانت له تركيبة خمس لاعبين وكان له إشكال على مستوى دكة الاحتياط، لكن نتكلم عن خمس لاعبين من طراز. ده مين اللي بيختار يا كابتن؟ نعم. الكابتن زاهر موجود جنبي. أنت بيفرض عليك لعيب محترف ولا أنت اللي بتختار؟ أنت اللي بتشوف اللعيب. إذا بغض النظر عن الإمكانات المادية، في حاطط ميزانية معينة، لكن في النهاية المدرب هو يختار الأدوات، يختار اللاعبين المحترفين. أنت بتتكلم عن دوري عندنا ثلاث لاعبين محترفين في الفريق، لو أنت عندك الثلاث لاعبين مستواهم الفني عالي بالمراكز اللي تخدمك، مش مجرد أسماء، مش مجرد لاعبين، أنت بتجيب لاعبين في الملعب، واحد عاوزهم ثلاثة طوال القامة، واحد عاوز بوينت جارد، واحد يعني عاوزهم في المراكز الأولى في لا أنت اختار اللاعب ده، رؤية المدرب بيختار اللاعب اللي يقدر يصنع له فارق. لما فريق يكون زي فريق قطر، يعني فريق قطر السنة دي لما جاب ثلاث محترفين على مستوى عالي وبعض المواطنين زي محمد يوسف، الفريق فرق. نعم. فده لكن نتحدث عن نادي قطر، وبما أنك يعني تطرقت لنادي قطر، وبما السؤال موجه للكابتن زاهر، كابتن زاهر هل تعتقد أن نادي قطر توقف على المحترف؟ ما هذا تراجع يعني؟ لا مش دي، لا يعني هو البنش بتاع نادي قطر كويس جدا، عنده مجموعه لوكال كويسين للامانه، بس يمكن الدور الاول المكاسب الماتش والماتش خلى يبقى فيه الفوكس على 6-7 لعيبه، ثلاث اجانب مع محمد يوسف مع لعيب واحد، وكان هو اللي بيلف مع الاربعه زمايله. لما اتصاب الاجنبي اللي معاه البوينت اللي هو كان يعني ماسك له الملعب كويس صراحه، الجديد اللي جه مش قادر يخش جوه السيستم، ما ينفعش ابدا واحد يجي يخش جوه السيستم، وخصوصا ان قطر بيلعبوا سيستم ان ديفنس وان اوفنس، فمحتاج وقت، عشان كده هو مش قادر يخش. يمكن ده رابع ماتش على التوالي يخسروه، يمكن امبارح كانت خساره يعني مش مظبوطه نقطتين يعني باسكت وحيد وتقدم بما يتخطى العشر نقاط نادي قطر. نعم 15 نقطة. نقطه في الماتش، انما هي الظروف ماشيه زي ما بقول لحضرتك، برضو امكانياتهم هيرجعوا تاني قطر وهيخشوا المربع، وفي المربع هيبقى ليهم بقى لينا كلام تاني خالص، نشوف السيتويشن ماشي ازاي. نعم ابقى معك كابتن في سؤال فني. بالفعل نتحدث ربما عن تطور على مستوى الاداء، عن تطور على مستوى كرة السلة القطرية باعتماد الثلاث محترفين. بالفعل أصبحنا نتحدث عن تنافس، أصبحنا نتحدث عن كلوز جيم، وأصبحنا نتحدث ربما عن غياب التكهنات، لأنه إلى حدود هذا التوقيت لم تتضح الصورة، كان هذا يعني لا نتابعه سابقا في المواسم السابقة. لكن لو أعود إلى الناحية الدفاعية، نتحدث عن معدل 80 نقطة وما يفوق 80 نقطة، مباراة الوكرة 184. بالفعل هناك بعض الفرق
تتقدم وتفوز في المباريات 80 نقطة العربي، 78 نقطة على المستوى الدفاعي، 80 نقطة الغرافة سجل، 72 نقطة على مستوى الدفاعي، 93 نقطة نادي الريان في نادي الشمال مقابل 64، 79 نقطة 75. بماذا تفسر هذا الإشكال؟ أقول الدفاعي يعني. هو مش إشكال، نفوز في المباراة لكن في المقابل هو مش إشكال، هو إشكال بالنسبة للمدرب. المدرب هو المفروض بيقعد يحاسب نفسه إزاي أنا كسبان 80 وداخل فيها 74 بونت، معنى كده أن الدفاعات بتاعتي مش كويسة. الطبيعي أن أنا نحط الـ 82 بونت أو الـ 85 بونت، بس مش طبيعي أن يتحط فيها 74 بالفعل بونت. هذا أطرح الإشكال. لما نيجي نشوف ثلاث أجانب في الملعب، كواليتي الأجانب برضو اللي بنجيبها إحنا يعني كلنا كمدربين، أنت بتنقل اللي هو الاستاتيستيك بتاعه بيبقى عالي. الأجانب اللي ايده في الباسكت زي ما بيقولوا باللغه بتاعتنا اللي هو عنده سكور بيبقى في الدفاعات الى حد ما يعني جرين سيجنال زي ما بيقولوا اشاره خضراء. فدول ثلاثه في الملعب يعني اللي بيتحمل للامانه، اللي بيتحمل الشغل اللوكال الموجودين هم اللي بيشيلوا الدفاعات جنب الثلاثه الاجانب. ولن اسسني اي فرقه للامانه يعني، لا اسسني اي فرقه من التسعه. الثلاث اجانب الموجودين كلهم ايديهم في الباسكت، هات السكور كده والستاتستيك بالفعل. لا لا بالفعل ما يفوق يعني معدل 25 نقطه بل معك. هو بس المعدلات، اذا الثلاث اجانب عملوا معدلات بتاعتهم 25 بونت كل واحد وصلت ال 75 انا هكسب الماتش، يتحط فيها 70 مش مهم. فهي توازن يعني. توازن كابتن زي رأينا الباسكت يعني توقف الدوري القطري على ثلاث معترفين يعني. لا بس هو الامانه في لوكال يعني ما نقدرش ننساهم جوه الدوري. لا هم دول المفاتيح، الاجانب معروفين. ما انا لما يحط لي 25 بونت كل اجنبي 75 بونت، طب انا بوصل لل100 ازاي؟ بقيت من 75 لل100 دي كلهم لوكال. يعني ادهم لك بالاسامي: عبد الرحمن سعد غرافه، عبد الرحمن يحيى ريان، بدر من قطر، عبد الرحمن من قطر، وكبة عرفان، محمد يوسف قطر. نعم. لا في للامانه في يعني مجموعه لا فرقت كتير، هم دول اللي بيحطوا الاسكوات، هم دول اللي حتى لما انا بعدهم لك كده هتبص ليه هم اللي بيعوا المربع يعني غرافه عربي قطر. نعم. وكبة هذا بالكابتن هو لماذا تبتسم يعني في تعليق الكابتن زهر الابتسامة على جنب لماذا؟ لا بص كابتن سويل كل شيء يعني دايما احنا نقول له كل فعل رد فعل. نعم. انت عاوز دوري فيه تنافس ولا عاوز دوري يبقى فيه جاب كبير؟ يعني السنة الماضية كان المباريات بتنتهي فرق 40 نقطة 50 نقطة، لدرجة ان في بعض الفرق معاك كابتن معاك لدرجة ان في بعض الفرق خلينا نتكلم لا معاك في النقطة للتوضيح معاك في النقطة. لا اريد ايضا دوري كعالم الـ NBA، عالم الـ NBA يعني مباراة تنتهي في 110 و112 نقطة بعد اكسترا تايم اول واكسترا تايم ثاني وبعد 12 دقيقة في الكوارتر ليس 10 دقائق يعني لا نريد لكن يجب العمل على مستوى الدفاعي. ايوه لان هو دلوقتي اهتمامه الاساسي يعني الكابتن زهر يتكلم وهو مدرب، الاهتمام الاساسي ان انا اركز على الثلاث محترفين ازاي هو يعمل لي سكور في المباراه، ازاي هو يوصلني للنتيجه اللي انا عاوزها دون النظر عن اهميه الدفاع بالدرجه الاولى. طالما انا كسبت دايما بنقول الانتصار بيزيل اي نتائج او اي اثار جانبيه لاي شيء، انا كسبت فرق نقطه فرق باسكت فرق 10 نقاط في النهايه انا اخذت النقطتين بتوع المباراه وكسبت. لكن المدرب فعلا بيحاسب نفسه يعني كتير الكابتن قصي حاتم يقول لك ان انا بستغرب الفريق السنه دي فيه مشاكل في الدفاع يعني ما كانش بيقدم نفس الدفاع. ايهاب جلال من الفرق اللي كانت بتادي دفاعيا كويسه فرقه الوكره دلوقتي بقى بيستقبل نقاط كتير كان مراقب ملك الدفاع بالظبط كده. دلوقتي الجاب اللي كان موجود بين الانديه ما عادش موجود، بقى في توازن كبير بين الانديه، ثلاث محترفين ومعظم الانديه مش عاوز اقول كلهم المحترفين جيدين وبيلعبوا بشكل جيد. ده في حد ذاته يا كابتن سهيل خلى النتائج قريبه، خلى حتى انت دلوقتي انا ما بقدرش اتكهن بنتائج المباريات باستثناء يمكن مباريات فريق الشمال لظروف ما. انا لما الشمال بيلعب بول بيخسر، لما بيحقق انتصار بيبقى في ظرف عند فريق ما فحقق الانتصار. ده مش تقصير من الفريق يعني، يمكن المحترفين عنده مش ما بيقدوش بنفس الصوره المطلوبه مع زي باقي المحترفين في الانديه الاخرى. لكن باقي الماتشات يعني لا حتى الخور لما بيلعب مع اي فريق بقول ممكن الخور يعمل نتيجه، الاهلي يعمل نتيجه، قطر يعمل نتيجه، العربي يعمل نتيجه، لان في النهايه على حسب حاله الثلاث محترفين في الملعب النتيجه بتتحدد. لو المحترفين ما كانوش في حالتهم باستثناء بعض الاستثناءات يعني الغرافه لعب بدون سامي مباراه وكسب لان هو عنده من اللاعبين المواطنين زي ما قال كابتن زاهر رصيد كبير
يعني انت بتتكلم على لعيبه بتبقى قاعده على البنش، هي في الاساس لعيبه دوليه زي مالك سليم، زي خالد عبد الله ادم، زي رسلان عبد الله. في بعض اللاعبين اي نادي يتمنى يكون موجودين مع اللاعبين، بدليل بدر اللاعب الغرافه اساسي بيلعب مع فريق قطر، بياخد زمن كبير في ده. خلانا بالدرجه الاولى احنا نفكر ازاي المدرب يستفيد من هؤلاء المحترفين، يحقق اكبر استفاده فنيه منهم، حتى لو كان ده على حساب الاداء الدفاعي، على حساب الشكل الجمالي، على حساب النتائج، على حساب الارقام. لكن في النهايه لما هنوصل للمربع الوضع هيختلف تماما. لما هنوصل للمربع هيبقى المستوى الفني بين الاربعه الكبار قريب، المدربين التركيز اكثر على الناحيه الدفاعيه تصبح اكثر بالنسبه للمدربين. واضح. على كل، قبل ان نختم هذا الجزء الاول نتوقف عند لاعبي هذا الاسبوع فيما يخص معدل تسجيل النقاط، ايضا الريباوند، التمريرات الحاسمه والستيلز، وايضا البلوك شوت. إذن الإحصائيات الخاصة بأفضل اللاعبين في دوري القطري لكرة السلة إلى حدود هذا التوقيت، التعليق ربما نيكولا ستوفر من العربي 26.2 من النقاط، على مستوى الريباوند لاعب أليون 2 من نادي الشمال 15 الريباوند معدل، داريل برايانت من الشمال أيضا على مستوى التمريرات الحاسمة 8.3، على مستوى السيز ماركوس جونسون من نادي الوكرة 2.4، وأيضا على مستوى البلوكس من نادي العربي 2.5. أترك لك التعليق وأيضا التعليق للكابتن زاهر. أنا من أكثر اللعيبة اللي بتعجبني بشكل خاص في بطولة الدوري هذا الموسم ستوفر لاعب العربي. ستوفر بيفكرني بماكلين لاعب نادي الجيش سابقا. ماكلين ده كان لاعب بيصنع الفارق في كل شيء يحس به المدرب أكثر من أي حد تاني. يعني أحيانا ما كانش هو يبقى السكولر، كان يبقى مثلا دومينيك هو الأكتر واحد مسجل في النقاط، لكن ماكلين بيلعب باسكت ممتع أنت بتستمتع به. العربي وفق في اختيار ستوفر، صنع له فارق كبير معاه في بطولة الدوري، وأنا بعتبر يعني ستوفر إدى فرصة للاعب زي عمر سيك إن هو يظهر بشكل كويس، إدى فرصة لخالد سلمان إن هو يعمل إضافة مع فريق العربي. المحترف الجيد بيخلي اللاعبين اللي معاه في الفريق يظهروا بشكل متميز جدا، وده اللي عامل فرق مع العربي، وده اللي مخلي فريق العربي شكله رائع في بطولة الدوري، بيقدم مباريات كبيرة ومباريات متميزة. يمكن الشمال أليون واحد من اللاعبين الجيدين، لكن بصفة عامة دي أرقام، والأرقام دايما يا سهيل ما بتكذبش. يعني احنا بنتكلم على الاستاتيكس بتاعت كل لاعب، هي أرقام ما بتكذبش، لكن أنا بكلمك حتى مش من ناحية فنية، أنا بكلمك من ناحية المتعة. في بعض الثوابت عندي بالنسبة للمحترفين في الدوري بصفة عامة، أكتر محترفين السنة دي أنا استمتعت بيهم وأدائهم كان مميز ستوفر رقم واحد، وصنع ألعاب فريق قطر جاكسون كان من أفضل صناع الألعاب. يعني مر دومينيك قبل كده، كان لاري توماس في الغرافة قبل كده، كان في بعض المحترفين اللي دايما يفضلوا في الذاكرة أنت ما بتقدرش تنساهم لأنهم بيصنعوا فارق في المباريات، نفس ماكلين لاعب الجيش. فأنا شايف أن ستوفر وجاكسون هم الإضافة لدوري كرة السلة هذا الموسم من ناحية المحترفين. أما باقي البوزيشن يعني اختيارات عبارة بتأكيد. عن أرقام، أنت الأرقام بتعلق عليها لأن هي لغة الأرقام لا تكذب زي ما احنا بنقول،
هو بطبيعة الحال اجتهاد من اللاعبين النجاة على أرضية الملعب. كابتن فيما يخص هذه الأرقام وفيما يخص تقييم، ربما تحدث الكابتن رجائي عن نيكولاس سوفر اللاعب العربي، هل في اعتقادك هو من جلب الانتباه في هذا الموسم؟ هو فعلا لعيب بسم الله ما شاء الله عليه، سوبر يعني، وفق في كابتن حاتم انه اضاف له اضافه كبيره وفتح له مفاتيح كثيره للأمان، انما الامانه برضه مش سوبر بس اللي كويس يعني، برضه ما نقدرش ننسى سامي في الغرفه، ما نقدرش ننسى اثنين لعيبه في نادي السد. انا بس اللي مسبب له ان اثنين لعيبه من الشمال داخلين في الاستاتستيك وعلى الرغم انهم خسارتهم 11 جيم، فدي دي حسابات داري براينت يعني على مستوى الاسيست بالرغم من التغيب يعني بقي الى حدود هذا التوقيت هو الافضل، دي اللي مسبب لها يعني كمل، لانها درجات 1+1 يساوي 2 في الباسكت بول ما ينفعش يساوي 3، فراجل عامل ارقام كده وفرقته بتخسر كل الماتشات، ففي حاجه مش مظبوطه. ديت هي يعني اللي استفزتني قوي من الارقام، انما لا في اجانب على كل صراحه راح السؤال على الكابتن حسن عزيز، لا في اجانب كتير، لا كابتن حسن الماضي بظروف السنه دي بابا الحسابات خالص يعني ما يحسبش الظروف اللي هو تعرض ليها السنه دي، لا يلوم ما حدش يتكلم عن الشمال يعني، هي السنه تخلص عشان يبدا يستعيد تاني، لان الظروف دي مش هتحصل تاني عمرها ما تتجمع كميه ظروف مضاده بالشكل ده. اعطينا الخلطه السحريه كيفاش تغيرت صعب قوي دلوقتي صعب. لا لسه فيها كابتن، لسه كابتن في كاسين يعني، في كاس قطر او كاس سمو الامير، اختيارات الاجانب يقدر يغير اللي مش هتقدر تجيبه، اللي انت هتدور عليه دلوقتي يعني احنا بنقول اللي هو قاعد في البيت اللي هو اصلا محدش جاء قرب عليه، فما ينفعش يعني. والكاسات خلونا نبقوا فيه ونتكلموا، الكاسات معلوم المربع بتاعها وأقولهم لك من دلوقتي. لا صعب يا كابتن. على كل سنختم الجزء الأول من برنامج قطر داك، لكن قبل هذا نتوقف عند ورشة العمل فيما يخص شرح رؤية الاتحاد القطري لكرة السلة في اختصاص 3x3 التي تم اعتمادها رسميا في أولمبياد طوكيو. اليوم طبعا كانت اول ورشه عمل 3x3 والحمد لله حضور الانديه وحضور مندوبين الانديه من قبل هذه الورشه، وقدرنا نوصل المعلومات الكافيه للانديه، وايضا عرضنا اللي هي بطوله قطر تور اللي هي راح تكون عباره عن تقريبا 8 محطات في قطر موزع على عده مناطق، وراح يتحدد او تتحدد هذه المناطق ان شاء الله في وقت قريب، وطبعا الفاينل راح يكون ان شاء الله باذن الله محصوره على بطوله اسمها بطوله تميم المجد طبعا لصاحب سمو امير بلاد مفده. عملنا الجدول حق الموسم، صحيح موسم بدينا في النص تقريبا شهر واحد، ولكن بتكون في هناك في 8 جولات محليه تقريبا 32 بطوله في خلال الاربع شهور الجايه، بطولات تكون بطولات مفتوحة وبطولات جولات الأندية 8 محطات بإضافة إلى الفاينل، فأتمنى يعني تعاون الجميع الأندية، والرؤية بالنسبة لنا واضحة، بس إن شاء الله خلال الفترة الجاية بيكون جهد مضاعف إن شاء الله، هدفنا للأولمبياد إن شاء الله. إذن ياسين إسماعيل والهدف قال الأولمبياد، هل تعتقد أنه العهد الزمن الجميل سيعود بعد التتويج ببطولة العالم في اختصاص 3x3؟ هو طبعا بدون شك يعني قطر لها إرث جيد ونتائج متميزة في 3x3، بس قبل اختلاف المعطيات يعني، عشان برضو الناس لما حصل شيء ما بقاش فيه نوع من الصدمة. بمعنى بطولة 3x3 كانت تلعب لاعبين يعني معظمهم كانوا هواة او معظمهم بيحبوا كرة السلة، دلوقتي لاعبين 5 on 5، لما دخل لاعبين 5 on 5 لما دخلت الاولمبياد دلوقتي اصبح في اهتمام كبير جدا بها على مستوى العالم. قطر فازت ببطولة العالم على مستوى الكبار، بطولة العالم على مستوى الشباب، في نتائج متميزة في بطولة آسيا، بطولات خليجية، سيطرة قطرية مطلقة. اللي بيعمله اتحاد السلة دلوقتي هو ده العمل، حتى لو كانت أخر نوعا ما، لكن أن تبدأ متأخرا أفضل من أن لا تبدأ أبدا.
تبدأ أنت دلوقتي تعمل جولة قطر من 8 بطولات أو 8 مراحل، ده شيء مهم جدا. نعم. أنت يكون عندك، والجزئية الأهم من وجهة نظر هي فصل 3 عن 3 عن 5 باسكت بول. خلاص. نعم. بقى ليها اتجاهها وليها أجهزتها وليها لعبها، حتى فنيا يعني رجائي علشان يبقى في تركيز مغايرة تماما الفايف باي فايف. حتى القوانين يعني النهاردة مثلا بيتر شرح بعض القوانين للمسؤولين اللي كانوا حاضرين، اللي هو الخبير الفني بخبير التحكيم بالاتحاد، علشان برضو الناس تبقى على دراية القانون وصل لحد فين، وده شيء مهم. بالتوفيق إن شاء الله للاتحاد. نعم. كرة السلة، لحد ما نشوف إن شاء الله منتخب على أعلى مستوى يوصل طوكيو بإذن الله. التعليق الأخير الكابتن زهر فيما يخص 3-3. لا، هي بداية جميلة صراحة، ويعني كان زي ما قال الكابتن جاي هي متأخرة شوية، إنما كويس ان انت بدات. البدايه دي هتعمل نتائج اكيد، وهتعمل وصول انهم نقدر ناخد كاس العالم تاني زي ما حصل، انما يعني هنبدا نكتشف نتائج كل الشغل ده ان شاء الله في خلال السنه دي. نعم. والسنه الجايه باذن الله. نعم، على كل بالتوفيق للاتحاد القطري لكره السله اختصاص 3x3 الذي له ارث كما قال الزميل رجائي فتحي. نتمنى ان يتواصل المستوى الذي تابعناه في روسيا 2014. شكر جزيل الكابتن رجائي فتحي. شكرا عليك. وشكر أيضا موصول لمحلل قنوات الكاس الرياضية الكابتن زهر عبد الباسط. كنا سعداء كابتن زهر. أسعد. نتواصل مشاهدينا الكرام وبرنامج قطر دانك الجزء الثاني، الباسكتبول الدولي عالم اليوروليج والان بي اي. إذن الباسكتبول واليوروليج تحديدا منافسات الجولة 16 الدوري المنتظم، ستكون لنا قراءة فنية مع الكابتن روبرت تايلور محلل قنوات الكاس الرياضية. سعداء بهذه الاستضافة روبرت. Thank you very much. I'm happy to be back on Dunk and I'm sure we're going to have a great show. وأتمنى التوفيق. الكوتش قصي حاتم، عودة ميمونة وعالم الـ NBA واليوروليج. حاتم، والله مبسوطين كتير لأنه صار زمان ما حكينا عن هول البطولتين اللي هي بعتقد مهمين كتير للناس بدها تعرف معلومات. ننتظر أن تحمى ربما الأمور أفضل وأفضل. على كل، الجولة 16 الريجولر سيزن أبرز المعطيات ومتابعة لمباريات هذه الجولة. التفاصيل. We'll be right back.
إذن كانت هذه مقتطفات من مباريات الجولة 16 من ريجولر سيزن الدوري الأوروبي أو عالم اليوروليج. بداية روبرت، لو تحدثنا عن المستوى إجمالا في هذا الموسم إلى حدود هذه الجولة 16، هل تغيرت منظومة اليوروليج أم تقريبا الأمور في نصابها؟ سأقول لك شيئا، أعتقد أنني متأكد تماما بأن المستوى جيد وفق ما أراه ويشابه كثيرا الدوري كرة السلة الأمريكي. هناك 6 إلى 7 ضربات على السلة والأداء يسير بشكل جيد وفق رأيتي، ولكن السرعة، سرعة ارتداد اللاعبين إلى السلة مرة أخرى تختلف، ويبدو هنالك تحول ما في منظومة اللعب وتختلف عن سرعة الـ NBA كرة السلة الأمريكية، ويبدو أنهم يقتربون بشكل أكبر من المنظومة التي تسير على كرة السلة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هنالك مباريات قوية جدا رأيناها وتابعنا كل ما حدث فيها. نعم قصي، هل تشاطر روبرت في تطور أداء عالم اليوروليغ؟ قال أنه ربما أصبح أقرب لعالم الـ NBA من حيث المنظومة ومن حيث ستايل. يعني في تغيير طبعا السنة بالأخص بس يمكن خسارة واللاعبين اللي راحوا على NBA، يعني يمكن أكبر كم راحوا من اليورو ليج على NBA هي السنة يعني اللي فقدوا فيها لاعبين، يعني مثلا فنربخشة 3 لاعبين راحوا على NBA، ساسكا خسروا أحسن صانع ألعاب بأوروبا راحوا على NBA، يمكن ما عم يشوفهم بالNBA عم يعطوا الأداء اللي كانوا عم يعطوه، يعني كانوا سوبر ستار باليورو ليج أو بفرقهم هجوميا وحتى كأسامي بأوروبا عم بيكونوا أساميهم ضعيفة نوعا ما مع لاعبين الNBA. طبعا بدهم وقت ليتعودوا على الرولز تبع الNBA، لأن الرولز بالNBA معتمدة أو مختلفة اختلاف كلي عن اليورو ليج. أنا بشوف يمكن الفرق اللي لأنه السنة صار في اختلاف كبير يعني بغياب هول اللاعبين النجوم، يعني الفرق اللي تأثرت، يعني فنربخش السنة السابقة كان على طول بالتوب، يعني هو ساسكا موسكو صاحب لقب. نعم ساسكا موسكو عم يشوفه محافظ، بس بنشوف الفرق اليونانية يمكن استفادت من هالشيء. يعني احنا اذا بنشوف اللوكال بلايرز او اللاعبين المحليين بكل الفرق الأوروبية، بنشوف الفرق اليونانية هن اللي اكثر، والفرق الإسبانية اللي أكثر لاعبين، يعني إذا بنشوف ساسكا موسكا أو فنربخش اللي هني عم يلعبوا النهائي أكثر من 70% أو 80% هني لاعبين مش محليين، يعني مش نعم ليس من تركيا ولا أيضا من اليونان، يكونوا يا لاعبين أوروبيين لأنه من روسيا عفوا، نعم أو لاعبين أمريكان، يعني لاعبين كانوا أكس NBA أو لاعبين أمريكان بيلعبوا بمستوى عالي. فإذا بنشوف هالفريقين يعني بنشوف الترتيب، يعني أولمبياكوس وبناثر يعني بيلعب بالفعل، هذا كريدت كتير كبير لكرة السلة اليونانية مع حتى اختلاف الميزانيات، يعني إذا بنشوف الميزانيات تبع ساسكا موسكو وفنربخشة في اختلاف كتير كبير بيناتهم، مع كمان تراجع الفرق الإسبانية بشكل بالأخص برشلونة، يعني حتى هذيك السنة كان عندهم تراجع. ريال مدريد يمكن أنت قبل الهوى نبقى، سأعود إلى نقطة قصي، نبقى في الفرق اليونانية. عندما نتحدث عن باناثينايكوس نتحدث عن تشافي باسكول مدرب نادي برشلونة سابقا، هل تعتقد أن هذا المدرب سيعطي إضافة لباناثينايكوس؟ يعني أعطى إضافة، هو من هذيك السنة معتم أعطى إضافة، أنا برأيي الإضافة هو الفريق أكثر من ما أنه المدربين، يعني أكثر المدربين بيجوا يمكن يعطوا بصمة للفريق، هني معتمدين يعني حتى المباريات، لأنه أنا هو الفريق أنا بحبهم، يعني الفرق اليونانية من أنا إذا بدك ومن أنا صغير أنا بتابع كرة السلة اليونانية، لأنه عنده شغف لمبارياتهم، لأنه حبهم، لأنه حتى الجمهور حبهم لكرة السلة وثقافتهم العالية بكرة السلة، مع أنه تراجعوا كتير يعني عن قبل، بس بتشوف بيلعبوا بحماس، يعني إذا بتشوف مثل ما قلت لك يعني الرياضة هلأ بالأخص بتعتمد بشكل كتير كبير على الميزانيات وعلى السوبر ستار أكتر، يعني قدي عندك لاعبين
مميزين وبأسامي كبيرة وقد ايه عندك ميزانيات كبيرة، هذا اللي عم بتحقق لك النتائج يعني، مش بس بالباسكت، بكل الألعاب الرياضة. بينما نشوف الفريق الفرق اليونانية يعني عندهم مشاكل بالباجت بالميزانيات، ما عندهم لاعبين كمان يستقطبوهم يعني، لاعبيهم المحليين هن المؤثرين أكثر يمكن، اللاعبين هذا تشافي باسكول الذي تحدثنا، اللاعبين الأجانب هن اللي عم يعطوا يمكن عم بيكملوا. لماذا طرحت؟ لأنه لنسى أيضا اعتزال اللاعب ديمتريس ديامونتاديس يعني أسطورة فريق باناثينايكوس، هل في اعتقادك هذا لم يؤثر على أداء فريق باناثينايكوس؟ مع أنه الآن لا نتحدث عن السوبرستار بصراحة، وسنتطرق لهذا الموضوع لاحقا. هذا هو ما هني يعني، هني الفريق يعني الصبغة اللي طاغية عليه هو الأجريسيف ديفنس اللي بيلعبوه والفريق التعاون الهجوم اللي بيلعبوه، وأنا بعتقد هذه أهم نقاط بكرة السلة يعني، لأنه كرة السلة هي بتعتمد على الفريق يعني، بتعتمد أنت بتقول هيدا الفريق ربح، ما بتقول هيدا اللاعب ربح يعني. أوقات كثرة الأسامي يمكن أو كثرة النجوم بتولد لك إشكال مشاكل. نعم. بأوروبا ما حتكون هالمشاكل يعني، بأوروبا اللاعب عندهم يعني بمحترفين بروفيشنال بشكل كتير عالي يعني، بيستوعبوا لكل الأدوار. بس بتضل السبيريت والروح القتالية بالملعب بتضل هي الصبغة اللي بتعطي الفرق أدفانتج أكثر لتربح المباريات والبطولة. نعم. نعود إلى الفرق الإسبانية، تراجع واضح لفريق برشلونة، ربما فريق ريال مدريد يبقى الفريق صاحب التقاليد، هو في كل تقريبا حتى في كرة القدم يعني صاحب تقاليد التتويج، وتحدث عن كرة السلة حتى على مستوى كرة السلة من أبرز الفرق الذي توجت في عالم اليوروليغ. لكن السؤال حول برشلونة، هل ذهب العصر الذهبي مع روبيو، مع أيضا خوان كارلوس نافارو، وتعتقد أنه سيعاني في هذه الفترة فريق برشلونة وفي قادم أيضا المواسم؟ It's like everything. هذا يبدو أن الأمر في هذا الاتجاه، عندما يكون هناك عدد كبير جدا من اللاعبين الجيدين ويدخلوا في النظام وينجحوا في هذه الحالة، وجميعنا يعرف هذا الأمر، مع نعرف أن النجاح هو الذي يخلق مثل هذه الحالات التي يكون فيها كثير من التعلق من بين اللاعبين والفريق بشكل عام، ويؤدي كذلك إلى مستقبل جيد للفريق. دعوني أعود إلى الوراء قليلا، هنالك احترام للفريق واختلف الأمر كثيرا، والفرقة الإسبانية اختلفت عما عن ذي قبل وكانت قوية جدا في السابق، ولكن بعد ذلك الأمر أصبح متغيرا كثيرا. وننظر كذلك للأجيال المتعاقبة على هذه الفرق، وننظر كذلك إلى المستقبل، ولدينا ذلك الشغف الكبير بكرة السلة، ورأينا كذلك كيف كانوا يقدمون. إذا نظرت إلى كل هذه الأمور فإن ليس بالضرورة أن كل ذلك بسبب مستوى الفريق قد إن تقلص أو انحدر أو أصبح أقل، ولكن هنالك الثقافة موجودة، نحن نستثمر في اللاعبين، نستثمر في الثقافة الموجودة في كرة السلة. لذلك يمكن القول بأن فريق برشلونة يؤدي بشكل جيد، حينما ننظر الآن إلى برشلونة في الآن في الوقت الحاضر يبدو أنه هنالك شيء إيجابي، وهنالك 14 مباراة مقبلة في اليورو ليج، ولكن لست مقتنعا تماما بأنهم قد انخفض أداؤهم. لدينا كثير مما يمكن أن يقال في المستقبل، لدينا نرى كم عدد الفرق الأسبانية وكم عدد الفرق التي ستصل إلى النهائي. حتى الآن وكما قال زميلي هنا لدينا شغف كبير في مثلا ريال مدريد، لدينا أصبح كثير من الفرق وصلوا للمربع الذهبي، ولكن لا يمكننا أن نتكهن بما سيحدث، هذه هي حقائق. وقبل أن نتحدث عن المنتخب الأسباني
عن برشلونة يجب أن نعطي كذلك النوع من الإطراء والإشادة بالفرق الأخرى والمنافسة لأن أسبانيا واليونان وبعض القوى الكبيرة في كرة السلة لا تزال موجودة وهناك كثير من اللاعبين ذهبوا من اليوروبا ليج إلى كرة السلة الأمريكية وبالتالي نرى إذا رأينا بعد ذلك كيف أن انخفض الأداء يمكننا أن نقول أن هذا أمر سيء ولكن يجب أن نعطي أيضا إشادة لكرة السلة الأوروبية. إضافة صغيرة قبل أن ننتقل إلى العالم NBA في هذه النقطة بالذات ريال مدريد المركز الرابع إلى حدود هذا التوقيت، برشلونة المركز الثاني عشر. في فرق لما بنحكي يعني بدنا نحكي على كرة السلة الإسبانية كأندية شيء وكمنتخبات شيء، لأنه كرة السلة الإسبانية كمان ما تنسى في 4 أو 5 لاعبين ولاعبين مؤثرين بالNBA يعني منتخب إسبانيا بعده هو من أفضل الفرق بأوروبا، بينما بنشوف المنتخب التركي منه من أفضل أو المنتخب الروسي منه من أفضل فأنا بعتقد اليورو ليج هي إذا بدك سبيشال كيس يعني في لها خصوصية، الميزانيات هي اللي عم تقرر، الفريقين الوحيدين اللي كاسرين هذه القاعده هي الفرق اليونانيه بس اللي هن كاسرين اولمبياكوس بانافينايكوس بس الفرق الباقيه وفينابخشا ايضا في الموسم الماضي او المواسم السابقه ايضا كسرت القاعده نعم. بنفس العمليه اللي صارت مع سيسكا موسكو يعني هلا السنه فنربخشا الميزانيه تبعهم اكبر من السنه السابقه يعني كان في دار الشفقه نادي دار الشفقه السبونسر هو يعني سبونسرين لناديين صارت لسبونسر واحد يعني إذا بتشوف إفس يعني ربحان 4 مباريات نعم. بينما إفس 4 من 12 مباراة باليورو ليج السابق كان عم بيكون من التوب 8 نعم. بالفرق التركية كانوا الثلاث فرق كانت موجودة بأحسن 8 فرق نشوف بس ظل فنربخشة لأنه هو بيعتمد قلت لك على اللاعبين الميزانية الكبيرة ويستقطب لاعبين نعم. أوروبيين ممتازين يقدروا يعملوا فرق ونتائج منيحة بالنسبة لهم. على كل سياسكا موسكو المتصدرة ثاني أولمبياكوس باناثينايكوس ريال مدريد فينرباشا زالكيريس كوناس خيمكي موسكو ومن ثم ستتواصل إذن المنافسات والجولة 17 من الريجولر سيزن ستكون لنا متابعة لعالم اليوروليغ من خلال برنامج قطر دانك NBA الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة أيضا الريجولر سيزن نتابع. إذن الـ NBA بطبيعة الحال الكابتن روبرت وهو من عشاق كليفلاند كافاليرز ولو أعود ربما لليبرون في هذا الموسم أزاح السبت لاري بيرد عن المركز السادس على لائحة أكثر اللاعبين الذين حققوا تريبل دابل ثم تمكن من التفوق على نجم هيوستن روكيتس السابق حكيم وأصبح صاحب المركز التاسع من حيث التسديدات الناجحة في تاريخ الدوري 10754 وبالتالي قبل الحديث عن جولدن ستيت الغريم غريم كليفلاند كافاليرز أترك لك التعليق إجمالا في هذا الموسم، هل تعتقد أنه الحوار روبرت سيبقى بين هذا الثنائي وأيضا قراءتك لتفاصيل القسمين الشرقي والغربي؟ أوكي نعم We can't
لا يمكن أن نقول بأن قبل أن نتحدث عن الجزء الأول قبل أن نتحدث عن كل شيء قبل أن يكون الجزء الأول قد اكتمل بالتالي يجب علينا أن نعرف كذلك أن كرة السلة لدينا كثير من اللاعبين الجيدين وإذا نظرت إلى كما قال زميلي هنا أنهم انظر إلى الإحصاءات الموجودة أفضل 10 فرق من بين جولدن ستيت وبعد ذلك الإحصاءات تقول وتتحدث عن ذلك وفي اللاعبين الجيدين أو السوبر ستارز لدينا الكثير منهم وبالتالي يمكن القول بأن الأمور تختلف وإذا ربما يتقدم بعضهم في الترتيب وبالتالي لدينا مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين الذين يمكن أيضا أن يصعدوا لن أتحدث عن Golden State Warriors لكن كنت سأطرح عليه بالفعل لكم النجوة إذن دعوني أعود مرة لكليفلاند كفالير إنه الفريق الذي أفضله هو الفريق الذي نشأته وأحبه ليبرون جيمس أدى موسما ممتازا هذه السنة وقدم الكثير ولكن في رأيي منذ 15 عاما وهو يلعب في كرة السلة الأمريكية 15 عاما في كرة السلة الأمريكية NBA والإحصاءات تدل على أنه قدم الكثير بالتالي هو قد وضع كل ذلك على عاتقه ومضى ورأينا كثير من التحفيز والرغبة موجودة لدى هذا اللاعب وأصبح يفوز بالمباريات والنقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي أنه يلعب بأفضل ما يمكن أو يقدم أفضل أداء ممكن وبالتالي يمكن القول بأنه قد حصل على الكثير من قصي الأداء الجيد بالفعل هو قصي. التركيز في هذه السنوات الأخيرة على جولدن ستيت وستيفن كيري كلي تامسون يتحدث عن ليبرون جيمس في كليفلاند كافاليرز السوبر ستار لكن أعتقد أنه هناك منظومة قد تغيرت عندما نتحدث عن متصدر القسم الشرقي بوسطن في هذا الموسم وتاريخ بوسطن يعني كبير جدا 17 لقب في عالم الـ NBA عندما نتحدث عن تورونتو رابتورز على مستوى أيضا القسم الشرقي هيوستن روكيتس يعني أعتقد أن هناك بعض الفرق التي لا تمتلك السوبر ستار في وزن ليبرون في وزن ستيفن كيري لكن هناك منظومة أصبحت تجعل من هذه الفرق يعني تقريبا فرق منافسة وفرق إلى حدود هذا التوقيت في الريجولار سيزن متصدر على ذكر بوستن سيلتكس بعتقد في شغلة مهمة صارت بالان بي اي الجنريشن المدربين اللي كانت القديمة يعني بنشوف هلأ يعني أغلب فرق الان بي اي يعني إذا ما كان مع مدرب من الشباب إذا بدك أو من اللاعبين القدامى اللي صاروا مدربين بس الستاف أغلبه من المدربين وحتى عم يستقطبوا لاعبين أو مدربين من المدربين الأوروبية اللي بيقدروا يعملوا ميكس بين الـ NBA والسيستم الأوروبي اللي هو بيعتمد يعني على التعاون الهجومي وبالأخص الدفاعي يعني أنت قلت نقطة كتير مهمة يعني حكيت معي فيها قبل الهوا وهلأ عم تحكيها الفرق اللي ذكرتهم ما في سوبر ستار يعني حتى الفريق اللي في سوبر ستار يعني هو أكتر فريق في سوبر ستارز هو جولدن ستيت بس بنشوف في تعاون كتير كبير يعني حتى لما بيغيب يعني أكبر النجوم ستيفن كيري وأصيب ستيفن كيري وكيدي نعم. وكيدي غاب شفنا الكوتش قال 11 مباراة شفنا الفريق ما تأثر بالعكس يعني عم بيكون اللاعبين البدلاء لأنه أنا بعتقد لما بيكون في السيستم الفريق أو نظام الفريق اللعب يعني سهل لما تغير لاعب تحط طبعا بتقل الفعالية تبع الفريق يمكن هجوميا بس ما تتأثر بشكل كتير مخيف يعني مثلا احنا اذا بنحكي عن كليفلاند اذا بيغيب ليبرون جيمس بيتأثر الفريق فعليا يعني هجوميا ودفاعيا وحتى كليدرشيب ففي فرق معتمدة على لاعبين سوبر ستار هن بيكونوا الأساس وفي فرق يعني الأغلبية بنشوفها عم تعتمد بسيستم إنه اللاعبين توزيع الأدوار وفي مباريات بيكونوا الليدرية مختلفين يعني بنشوف مثلا لاعب بيكون هو السكورر بهالمباراة مباراة ثانية لا
بس نسبة السوبر ستار عم تقل بالفرق، يعني ما بنلاقي عدد معين من من الفرق عم بيكونون. بس في شغلة واحدة بدي أحب أذكرها بعجالة، لأنه هناك تعليق صغير بالنسبة يمكن يمكن ما كتير ناس حتشاركني الرأي. أنا بشوف يعني ضلينا نحكي بخليفة مايكل جوردن بالفترة السابقة، أنا برأيي كل اللاعبين اللي قطعوا من بعد مايكل جوردن ما حدا وصل للمستوى اللي وصل له مايكل جوردن. أنا برأيي الفني أنا بشوف ليبرون جيمس هو أقرب واحد لمايكل جوردن، لأنه مايكل جوردن هو كان كاسم مش بس فنيا، يعني كان كليدرشيب هو اللي من وجد مثله. يعني يمكن كوبي براين كان ينقصه كتير الليدرشيب، عم نشوف ليبرون جيمس كيف عم يكون عنده ليدرشيب وكيف عم يتعامل مع اللاعبين، وغير كليفلاند كافاليرز كيف عم يتعامل، تحدث بكل صراحه يعني عم باوقات حتى يعني بالرغم من الالتهابات كالديران دواين ويد توماسيسيا يعني عم بيهمه يمكن الفريق وربح الفريق ازعجه على كل في كلمه ختام روبرت ختام في اقل من 10 ثواني. اذا هل تعتقد انه في ظل هذه الانتدابات الجديدة وضم هذه المجموعة الجديدة في فريق كليفلاند كافاليرز ربما هو قريب من اللقب هذا الموسم؟ نعم أتفق معك في ذلك. نعم من الذي سيفوز على كليفلاند ومن الذي سيستطيع الوصول إلى هذه المرحلة ضمن الأربع الكبار؟ إذن يجب القول بأن خلال هذا الموسم لا توجد مشكلة لكليفلاند كافالير، ولكن يجب علينا القول بأنه لا يمكن أن يفوز عليهم في أربعة مباريات متتالية. على كل مازال الحوار طويل وطويل جدا روبرت تايلر الواسة ترافقنا بالتأكيد في عالم اليوروليغا الانبيه. شكر جزيل للانضمام إلينا في برنامج قطر دانك، والشكر أيضا موصول للكوتش قصي حاتم. شكرا جزيلا، وشكرا للمتابعة وحسن المتابعة مشاهدينا الكرام. اللقاء كالعادة يوم الاثنين القادم في حدود الساعة 8 بتوقيت مكة المكرمة. إلى اللقاء. All generation.